Hvor meget koster den her? Er det godt, hvad det er? 400. Det er lille jæde. Ja. Hvor er det lille? Det er så godt. هاي قطعة جميلة من فنلندا. هذا الناب مع الفخمة البحرية. جميل جدا. أهلا وسهلا بالمشاهد الكريم. طبعا أنا أعرف جميع المشاهدين أغلبهم يحبون التحفيات. هذه الحلقة صراحة صار أكثر من تقريبا سنتين. ما عرضت حلقة على الهواء مباشرة، وحبيت أن أشارككم بهذه الجولة الجميلة. هذه قطعة من الكهرباء الجميلة. القلادة جميلة. نقضي مع بعض قضاء جميل من الوقت. يعني ناخذ فكرة عن الأسواق والمحتوى، ونقوم بيعني معلومات جميلة تاريخية جميلة. هاي ليهن من غرينلاند، جزيرة غرينلاند اللي تابعة للدنمارك. وهذه القطع مصنوعة كلها من أسنان الفقمة، الناب الفقمة. طبعا يجب ان طبعا هي قطع يعني صناعة يدوية، ولكن الشخص يجب ان يعرف انه في بعض المناطق الواحد يعني يضطر انه يعني هم يذبحون الحيوانات لاكلها ويستفادون من هذه، لكنه صراحة هناك تجديد ورقابة حول الحيوانات، يجب الحفاظ على حيوانات من الانقراض. هذه ايضا تحفيات هنا جميلة. طبعا للأشخاص اللي ما حيجون على بداية الحلقة، إن شاء الله ممكن يشوفون الحلقة من البداية بعد ما تنزل إن شاء الله، لكنه اليوم على الهواء مباشرة حتى نشارك مع بعض هذه الهواية الجميلة وهذه المعلومات الجميلة. فإذا شفتوا حلقة يعني على القناة لمدة 5 دقائق، هذه جزء من الحلقة الكاملة. ممكن هنا أنا أقضي لي جزء في نصف ساعة يعني، فممكن الشخص يتابع الحلقة كاملة، لكنه الآن نحن على الهواء مباشرة نحاول نتمتع مع هذه التحفيات الجميلة. هذه صناعة يعني قبل 4000 5000 6000 سنة وأكثر كانوا يستعملوها كحرب، ولكن أكو جروب خاص من الفايكنج ممكن الشخص أن يصنعها حديثا